السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد هعلمكم فيه كيف نعمل مزيل تعرق طبيعي. عندنا مكونات اهي ظهرت عندكم على الشاشة، مكونات سهلة: بودرة الشب، بودرة المسك، وزيت الدبسك. هستخدم مكعبات المسك من عبد الصمد القرشي لعلبة واحدة. أنا هحتاج كفين بس مكعب واحد من عبد الصمد القرشي. ممكن تلاقوا المكعبات عن طريق موقع عبد الصمد القرشي أونلاين، دايما بتيجي عليه تخفيضات 40%، ممكن تشتروه من المحلات. المكون الثاني اللي عندي هو الشب. الشب ممكن تجيبوه من العطارة وتطحنوه، أو ممكن تاخدوه من العطارة جاهز مطحون. هنحتاج تقريبا معلقة كاملة من الشب. هاي فوائد الشب ظهرت معاكم في الشاشة. ثالث حاجة وأهم حاجة في المزيل هو زيت الترمس. ليه أنا بستخدم زيت الترمس؟ لأنه زيت الترمس بيمنع ظهور شعر الإبط، غير كده بيفتح الإبط بطريقة جدا جميلة. ناخد مكعب واحد ونبشره. هذه تكونت عندي البودرة بتاعت المكعب، أو ممكن تستخدموا بودرة مسك عادي لو أنتم ما عندكم مكعب مسك عبد الصمد القرشي. بعد كده هضيف عليه زيت الترمس تقريبا واحد مكعب، وأضيف عليه 15 ملل من زيت الترمس. بعد ما امتزج المسك مع زيت الترمس هأضيف عليهم بودرة الشب، وهقلبها تماما معاهم إلين ما يمتزجوا جميعا ويبقوا عندي مركب كده أو مزيج متجانس. ممكن تاخدي منه بصباعك كمية بسيطة وتمسحيه على كل الإبط. بجلس معاكي المزيل لمدة يوم أو يومين. دايما أنا بحب المزيل ده وبعتمد عليه، أنا شخصيا بستخدمه في دواماتي وعمري ما لاحظت في ريحة تعرق، ولاحظت كمان إنه الإبط بدأ يفتح والشعر عندي قل كتير يعني بسيط. الكمية اللي أنا سويتها عبيتها في علبة، هذه العلبة 50 ملل، علبة صغيرة ممكن أخذها معايا في الشنطة، ممكن تاخدوها معاكم في شنط السفر. الكمية دي بتقعد معايا مدة شهر. أتمنى أنكم تجربوا المزيل، وأتمنى أنكم تعملوا لي اشتراك في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وفي أمان الله.